للحديث عن مأساة النازحين متجددة معنا عبر الهاتف من لندن دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. نبدأ من منظمة الهجرة التي عبرت عن قلقها بشأن النازحين العراقيين وهم يواجهون قساوة فصل الشتاء في هذه المخيمات والملاجئ غير المجهزة. ما تداعيات وتأثير هذا الفصل القاسي على النازحين؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني أصبحت واضحة يعني تأثيرات هذا الفصل القاسي على النازحين الذين لا يمتلكون حتى الخيام التي تحتمي لهم من قساوة البرد والأمطار الشديدة والثلوج التي يعني سوف تحصل قريبا أو أيضا حصلت. يعني الآن الوضع أصبح بمنتهى الوضوح. تركت الحكومة العراقية والنازحون على حالهم هذا بدون أي مقومات حياة أساسية تكفل لهم حياة تستمر. يعني من الواضح أن حياة النازحين الآن أصبحت في خطر شديد. الحرائق تفتك بهم، الفيضانات تفتك بهم، الجو البارد لا يعني توجد لديهم حتى الأغطية الكافية أو الملابس التي تحميهم من قسوة هذا الفصل. لا توجد لديهم الأغذية التي توفر لهم جسم صحي سليم يساعدهم على مقاومة البرد وأمراض البرد. الآن الأمراض سوف تنتشر، وهو معلوم في الأحوال العادية والإنسان يعني لديه الظروف المعيشية والحياتية الأساسية ويتعرض إلى الإصابة بأمراض في هذا الوقت، خاصة أمراض الجهاز التنفسي، أمراض البرد، حتى الحالات الإصابات بالإنفلونزا الخطيرة التي تتوارد. أيضا دكتورة فاطمة، منظمة هيومان تراين فيرست ذكرت أن أكثر من 6 ملايين عراقي بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. ما دلالة هذا العدد الكبير في بلد غني ألا وهو العراق؟ يعني دلالة هذا الرقم أن الشعب العراقي يعيش حالة إهمال كاملة من قبل الحكومة التي تحكمه حاليا وطبعا من سبقتها من الحكومات. يعني هذا العدد لا يقتصر فقط على أعداد النازحين، وبالإضافة إلى ذلك أعداد أخرى من العراقيين الذين يعيشون في ظروف قاسية ويحتاجون إلى مساعدات. يعني ارتفاع حالات الفقر في العراق وانعدام المقومات الحياة الأساسية من مياه صالحة للشرب أو كهرباء أو توفير حتى المأوى الذي يحمي المواطنين من ويوفر لهم الأمان، سواء الظروف الجوية السيئة سواء في أي فصل. يعني كل هذا يعني أصبحت يعني معدومة في العراق. بالإضافة إلى ذلك يعني حتى التغطية الصحية التي يجب أن تؤمن لهم الأدوية والعلاج والفحوصات اللازمة وحتى الرعاية الصحية الأساسية للأم والطفل وغيرها، هذه غير متوفرة وتدل على إهمال تام من جانب الحكومة وعدم توفر. وهذا ما رصدته أيضا الصحف الغربية، منها صحيفة لوموند الفرنسية التي أكدت أن الموصليين ما زالوا يعيشون المآسي بسبب هذا الدمار الذي لحق بمدينتهم. ولكن لماذا هذا الإهمال المتواصل لهذه المدينة؟ نعم، يعني نهج الحكومات المتعاقبة منذ احتلال العراق هو نفس النهج، وهذه الحكومة وغيرها يعني تتبع وتسير على نفس النهج. كل شيء يسير في العراق نحو التناقص. حالات يعني حالة الفساد المستشرية في العراق والإهمال الحكومي المتعمد لهذه المناطق انتقاما منهم يعني هو الذي أدى إلى أن تصل حالة هذه المناطق إلى هذه الحالة وتستمر بهم إلى هذه الحالة. وإلا لماذا لم تقم الحكومة العراقية بأي فعل يعني يساعد في إعادة الحياة إلى هذه المدن المدمرة وإعادة أبناء هذه المدن إلى منازلهم؟ الحكومة العراقية تسير على نهج أن هذه المناطق لأنها
رفضت سياسة الحكومة العراقية وخرجت في تظاهرات وترفض ما تقوم كل ما تقوم به وما ما تعمله ضد المواطنين، هي الحكومة العراقية تستمر بالانتقام من أبناء هذه المدن وتستمر في جعلهم بهذه الطريقة يعيشون في بؤس وشقاء وفي فقر شديد لكي يبقوا على ضعفهم، وبالتالي يعني تستمر الحكومة العراقية في إنفاذ مخططات وأهداف الدول الأجنبية في العراق. شكرا جزيلا لك. إذن من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.